أول رمضان وبعدين في البيت، أول رمضان نواجه هذا الوباء، أول رمضان المساجد مغلقة ولكن القلوب مفتوحة، السماء مفتوحة. ادعوا قولوا يا رب وماذا بعد كورونا، حاجات كتيرة. في الجزء الأول اتكلمنا مع عميد طب طنطا وبنتكلم على دور المستشفيات الجامعية. اتكلمت أيضا على مؤسسة إبداع والدكتور حسن راتب وجامعة سينا النهاردة الصبح، وكنت معاهم. توجهوا للسيد وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار تقديم بعض مش هقول مساعدات ولكن الدعم، لان احنا كلنا بنتواصل، دعما للجيش الابيض، دعما لمصر، ونقول تحيا مصر. معانا السيد الوزير يا جماعه. يسعدني يكون معايا الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. اهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا استاذ طارق. اهلا بيك، وبنتكلم على كامل الدعم للجيش الابيض، كامل الدعم لكل مستشفيات مصر ومنها المستشفيات الجامعيه، وسعدت بلقاء حضرتك صباح اليوم. الحقيقه يعني كان مبادره يعني رائعه من الدكتور حسن راتب، ومش بس الحقيقه المجتمع المدني كله في مصر في الفتره اللي فاتت في يعني تكاتف كبير جدا، وكل الدعم للمستشفيات الجامعيه. انت عارف احنا طبعا عندنا 113 مستشفى جامعي منتشرين على كل ربوع مصر، عندنا اكثر من 35,000 سرير، عندنا عدد كبير من اسره الرعايه المركزه ومن اجهزه التنفس الصناعي، واهم من ده وده القوى البشريه المتمثله في اعضاء هيئه التدريس وهيئه التمريض والفنيين والاداريين، بيعملوا مع وزاره الصحه الحقيقه عمل بطولي. ليه؟ لان تقسيمه العمل في الحرب اللي احنا موجودين فيها دايما بيبقى فيه ناس مسؤوله عن التعرض للكورونا من خلال مستشفيات العزل ووزاره الصحه والخطه الموضوعه مع وزاره الصحه، ولكن في نفس التوقيت عشان تعرف مؤسسات الدوله بتشتغل في تناغم ازاي استفرق. يعني مع بدايه الازمه تم تقسيم الادوار، يمكن في بدايه الازمه لحد النهارده مستشفيات وزاره الصحه هي متصدره الخطوط الاماميه، ثم كل الاجراءات او كل العلاجات اللي كانت بتتم داخل مستشفيات وزاره الصحه سواء من طوارئ او سواء عمليات جراحيه بالمستوى الثاني او الثالث، دي كلها تم تحويلها الى مستشفيات التعليم العالي او المستشفيات الجامعيه علشان يبقى في تفرغ لمواجهه الوباء ومن خلال الصحه. يبقى انا عايز اقول لك ان في نفس التوقيت احنا عندنا خط دفاع اول وخط دفاع ثاني، مش بس كده المستشفيات الجامعيه كمان جهزت نفسها بخطط موضوعه للتعامل مع مستشفيات عزل داخل كل جامعه او داخل كل محافظه فيها جامعه بشكل منضبط جدا وماشي مع بروتوكولات وزاره الصحه. كل ده تنسيق علشان امتى نبقى دورنا موجود ان شاء الله، ما يبقاش في احتياج ان احنا نخش في هذا الموضوع، نستمر في التعامل مع الحالات المرضيه الكثيره اللي احنا متعودين ان احنا نقابل اكثر من 20 مليون مريض بنشوفه في المستشفيات الجامعيه. طبعا انا بحييكوا على ده حضرتك، حتى انا كنت بتواصل مع عميد طب طنطا الدكتور احمد غنيم وهو مشرف او رئيس فريق العمل في الغربيه، فطلع في حالات مثلا حاله ولاده كان محتاج دكتوره نساء، في حاله طفل عنده اورام كان محتاج طبيب بتاع اورام اشتغل معاه اونلاين. يعني في التناغم اللي حضرتك قلت عليه شفناه بالصوت والصوره في محافظه الغربيه، ده نموذج مصغر لكل مصر. فانا بقدم لكم التحيه بالتناغم بينكم وما بين وزاره الصحه لاداره ازمه وحل هذا مواجهه الوباء الكبير ده. يعني دي تحيه واجبه وتعاون بصراحه يعني في سنواتنا اللي احنا عشناها في مصر اول مره اشوف التعاون ده 100%. يعني هو الحقيقه يعني الحكومه بشكل عام كل في مكانه بيحصل يعني استكمال، و الادوار كلها يعني واضحه. يمكن زي ما انت قلت الازمه دي يعني يمكن من فترات طويله حطت ضوء على ازاي ممكن دوله تدير ازمه بشكل، في دول حوالينا كتير يمكن ما نجحتش في الاداره بالطريقه. فاحنا ان شاء الله ربنا يكملها لنا على خير ونمشي يا رب ماشيين في الخطط الموضوعه بنجاحات ونسيطر على الموضوع في الوقت المناسب علشان ننتهي منه ونرجع تاني بقى لحياتنا الاقتصاديه وحياتنا الاجتماعيه اللي احنا ان شاء الله يعني نتمناها في القريب العاجل. يعني بمناسبه طبق النهارده الدعم مؤسسه ابداع وجامعه سينا مع الدكتور حسن راتب، مشاركه المجتمع المدني مع المستشفيات الجامعيه حضرتك شايفها كما ينبغي ولا لسه برضو محتاجين دعم اكتر؟ والله ابدا، يعني انا زي ما قلت لحضرتك يعني الازمات بتبرز اجمل ما في المصريين كعادتنا. اي ازمه الدنيا بتشتكي منها،
يعني احنا على مدار اليوم بيجي لنا يعني طلبات، انتوا محتاجين ايه، نقدر نساعد ايه، نقدر نساهم في ايه. زي ما انت قلت المحنه دي حطت ضوء كبير جدا على ابطال الاطباء اللي موجودين في المستشفيات، سواء المستشفيات الجامعيه او مستشفيات وزاره الصحه او الشرطه او القوات المسلحه، عليهم دور كبير في المرحله اللي احنا موجودين فيها. وكمان حطت عبء كبير على الباحثين والعلماء في معاملهم وفي كلياتهم وفي مراكزهم البحثيه. ومن هنا دايما بنلاقي بقى يعني كل يوم حد يقول انا يعني عندي الامكانيات دي والامكانيات المصنع بتاعي كلها، اقدر احول خط الانتاج ده بالكامل الى انتاج الاجهزه او الحاجات الوقايه، سواء من ملابس او سواء من اجهزه الوقايه للوجه او ما شابه ذلك او تعقيم. يعني انا عايز اقول لك ان كم كبير جدا من المساهمات سواء العينيه او الماديه في اطار دعم المجتمع المدني في الموقف اللي احنا فيه. يعني ده تكاتف حقيقه محمود جدا، واحنا شايفينه ولاحظينه من كل القطاعات. النقطه جايه حضرتك هنا، كورونا بكل المساوئ اللي عملتها، ولكن اعادت ترتيب بعض الاوراق، بقى في المقدمه الطبيب والمعلم والعلم نفسه. وشفت صور لحضرتك في لقاءات مع اعتقد في فتاه من الباحثات توصلت لبعض الابحاث اللي ممكن تؤدي لعلاج كورونا، اعتقد من اسكندريه من تقريبا يعني. وشفت بعض اللقاءات لحضرتك، هل احنا هنفتح باب بقى الابحاث لمواجهه الفيروسات دي ومنها كورونا بشكل كبير؟ ولو حد عنده فكره، لانه انا شخصيا بتجيلي مثلا واحد يقول لك انا عندي جهاز كذا، عندي كذا، الشكل التقليدي بتاع اكاديميه بحث العلم وحد يقدم براءه الاختراع، محتاجين ان احنا نتسرع، وخصوصا في مواجهه الوباء قد يكون حد عنده كلامه صح او غلط. يعني ايه راي حضرتك؟ يعني انا هكلمك من منطق وظيفتي الاخرى وهي وزير البحث العلمي. ما ده مهم دلوقتي طبعا. صحيح، احنا من اول شهر مارس مع بدايه الازمه في الصين، واحنا تنبأنا ان ممكن ما يبقاش احنا بعاد عن هذا الموضوع، وبالتالي شكلنا فرق بحثيه على مستوى الوزاره سواء من المعاهد او من المراكز المعاهد البحثيه المختلفه اللي عندنا. والنهارده بالصدفه يعني قبل ما يمكن نلتقي بكم او يعني كان عندنا اجتماع مع اللجنه العليا للبحوث عشان نتناقش في كم الابحاث اللي احنا بنشتغل فيها في نفس التوقيت. اذا انا عايز اطمنك ان لا، ده احنا مش لسه هنبتدي، احنا قطعنا شوط كبير جدا سواء في ابحاث خاصه بالتسلسل الجيني للحالات اللي موجوده عندنا حتى نطمئن انها التسلسل الجيني بتاعها زي موجود في العالم، او في اختلاف بعض الادويه المعترف بها عالميا او مش معترف بها، هي حاليا المتواجده او اللي عليها الضوء في محاوله السيطره على هذا المرض. هي ما هياش ادويه خاصه بالكورونا، ولكن ادويه ذات الفعاليه، وايضا بنستخدمها كبروتوكولات علاج. بنشتغل على الكواشف، محاوله انتاج كواشف محليه الصنع علشان تقدر انها توفر وتبقى ليها نفس الخصائص التشخيصيه. انا شفت عندكم حضرتك كنت حاطين بعض البوابات في بعض الجامعات، اعتقد في جامعه بنها وبوابات ذاتيه اتعملت اعتقد، وفي سوهاج اكثر من 30 بوابه وزعناها، ولا زلنا مستمرين في كل الاماكن دي كلها من مصانع دي انتاج الوزاره حضرتك مع البحث، يعني انتاج محلي من الوزاره ولا من انتاج الحرب؟ انتاج محلي من مصانع مصريه ما شاء الله، كمجتمع مدني انها يعني تدعم المستشفيات باي عدد. وانا بحييهم من خلال حضرتك، الحقيقه الناس حولوا خط انتاج حوالي بلغ دلوقتي حوالي اسبوعين، كل المنتج اليومي اكثر من 5 ل7 يعني كبائر تعقيم يطلعوا لينا علشان نقدر نوزعهم في كل المستشفيات، من اول معهد الاورام لجامعه القاهره والقصر العيني لعين شمس لبنها لطنطا لبني سويف، يعني لحد ما وصلنا العريش ووصلنا لاسيوط. فيعني كل دي من انتاج مصري ويعني مجتمع مدني ومساعدته ايضا تازم. والله حضرتك الكلام بتقوله ده التفاؤل بقيمه العلم، قيمه مصر العظيمه بعلمائها والبحث العلمي اللي فيها، وبان دور مصر في مواجهه هذا الوباء، الخطه والاستعراض اللي تم تقديمه للعالم كله بثقه، مصر بتواجه هذا الوباء ازاي لما شفناه بحضور السيد الرئيس. ده قيمه العلم، قيمه الدوله القويه اللي حضرت السنين، مش كلام مش اغاني، لا علم. ده طبيب بقاله عشرات السنين
ده قيمة العلم في مصر والبحث العلمي. بحيي حضرتك، لو كلمة أخيرة تقولها لمشاهدينا من خلال قناة المحور، حضرتك تقول إيه؟ أبدا، يعني إحنا يعني دايما بنقول الوقت اللي جاي والوقت قريب إن شاء الله نقدر نتغطى على الأزمة دي ونقدر يعني نتعدى كل المشاكل اللي إحنا موجودين فيها، لكن تعاون المجتمع بالكامل عن طريق الالتزام بالوجود في المنازل وعدم الاختلاط واحترام التباعد الاجتماعي بشكل كل ده بيساعد على عدم الانتشار وبيساعد على ان احنا ننتهي بسرعه جدا من هذا الوباء ونقدر ان احنا يعني ناخد خطوات بقى يعني في بلدنا نقدر ان احنا تعود الحياه بالشكل اللي احنا كلنا نتمناه. فالمساعده مش بس حكومه ومش بس تنسيق ما بين اجهزه الدوله، ولكن الاهم من ده ان يكون في مساهمه مجتمعيه مش بس ماديه ولكن ايضا التزام مجتمعي بكل القرارات وكل الحرص اللي الدوله بتحاول انها تحمي بيها اولادها. ان شاء الله بالتعاون ما بين الدوله وما بين الحكومه المتمثله في الحكومه او الشعب ده هيخلينا ان احنا نعبر الازمه دي بنجاح. بشكرك سيادة الوزير واشكرك على استقبالك النهاردة. طبعا كان الفريق برئاسة الدكتور حسن راتب ومؤسسة إبداع وجامعة سينا ومعهد التعاون، بشكرك على هذا الاستقبال الرائع، بشكرك على دعمك، ونتواصل مع كل جهات الدولة. شفنا الجزء الأول في القائمة مع الدكتور أحمد غنيم بيكشف أسرار التناغم ما بين وزارة التعليم العالي وما بين وزارة الصحة، ومن خلفهم بقى رئاسة الوزراء وزارة الدفاع، أشياء كثيرة.